الأستاذ مكرم محمد أحمد الصحفي الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق. مساء الخير أستاذ مكرم. أهلا وسهلا. أستاذ مكرم، يعني مش هنخش في تفاصيل ما حدث، كل مصر متابعة التفاصيل بقالها 48 ساعة. بخبرتك الصحفية الكبيرة وحنكتك السياسية، أين المخرج؟ المخرج إن كل واحد يعترف بأخطائه، أو على الأقل ويبدي حسن النية في أن يصل إلى حل، إنما كل واحد يتشبث بمواقفه ويعتقد أن موقفه هو الصحيح وإنه من الصعب أن يتنازل عنه وأن الطرف الآخر هو المخطئ، يبقى مش هنصل إلى حل. ومن ثم أنا شايف إنه هذه المشكلة، يعني وللأسف مشكلة لا تتعلق بحرية التعبير ولا تتعلق بصحفيين منعوا من الكتابة ولا تتعلق بجورنان توقف عن النشر ولا تتعلق بأي قضية من قضايا حرية الصحافة. مشكلة تتعلق بزميلين صدر ضدهم قرار من النيابة، لجأوا إلى هذه النقابة فرارا من تنفيذ قانون طلب النيابة. هل كانت النقابة تعلم؟ هل ما كانتش تعلم؟ الحقيقة المؤكدة أنه ما كان ينبغي للنقابة أن تعطيهم ملاذا آمنا، لأن ده بيبقى تهرب من المسؤولية القانونية. ثم أنا أعمل مخالفة واجري على النقابة. النقابة بيت لكل صحفي، ولكن بيت لكل صحفي يكون له مظلمة، له حقوق، مش مخالف للقانون. ده النيابة طلباه. طب النيابة طلباه، انت جاي النقابة ليه؟ طب يعني النقطة الأولى حضرتك بتؤكد على أنه ما كان يجب لنقابة الصحفيين أن توفر ملاذا آمنا للاثنين صحفيين المطلوب. إذا كانت النقابة تعلم. إذا كانت على علم، النقابة إذا كانت على علم بده. كانت على علم. الداخلية بتقول أن النقابة كانت، الداخلية بتقول أن النقابة كانت على علم. تمام. وأن كانت هناك مفاوضات بتاعتها. تمام. أنا شايف أنه انطباقا بالهاج أيضا كمان أنه حالة التخرج المستمرة ما بين الداخلية والصحفيين لابد أن تنتهي. صحيح. مش ممكن تبقى العلاقة كده ما بيننا وما بينهم زي علاقة القط والقاء. لا، الصحفيين برضه بيقوموا بالمهام ومهمتهم مطلوبة في المجتمع زي مهمة الضابط. طب في ثانية يا أستاذ مكرم، في ثانية يا أستاذ مكرم، وأنت كنت يعني جسر تواصل كبير ما بين الدولة والصحفيين في سنوات طويلة، ايه اللي مخلي العلاقه بالشكل ده زي ما حضرتك وصفتها كده، علاقه القط والفار؟ ايه اللي ممكن يكون سبب الضغينه اللي ما بين الجهتين؟ عاد كل واحد مش فاهم وظيفته، كل واحد فاهم ان هو وظيفته اهم تجب وظيفته اخر. الظابط فاهم ان وظيفته هي الاهم وتجب كل وظائف الاخر، والصحفي فاهم ان من حقه ايضا ان يعرف وان يتدخل وان يرى انه جزء مهم من المجتمع. تمام. لابد أن نصل إلى تعامل حضاري ما بين هذين الطرفين، لأن احنا بنلتقي كلهم في مصادفات وكوارث وحوادث ومشاكل وآلام المسلمين، فإذا لم نكن احنا نعرف نتعامل مع بعضنا بعض. حاجة ثالثة، إنه لابد أن القانون يحترم من الجانبين. تمام. النقابة كان ينبغي أن تحترم القانون ولا تعطي لنفسها الحق في أن تكون ملاذا آمنا لاثنين مطلوبين أمام النيابة. وأيضا أنه الداخلية كانت لابد أن تحترم القانون وقبل أن توصل. أنا في اختلاف هل هو اقتحام ولا مش اقتحام، لكن الواقعة بتقول إن في 8 ضباط دخلوا وقابلوا الزميلين وطلبوا منهم إن هم يسلموا نفسهم. طيب أنا